السلام عليكم ورحمة الله. أحمد أو شنق اللي تبغاه يا تدرس. أول شيء والله يا جماعة أني مشتاق لكم وأدري أني مقصر الفترة هذه بسبب أشياء ما أقدر أقولها، ولكن في شيء مهم أنا أبيكم تفهمونه الآن. أولا أنا يا أحمد مستمر بإذن الله معاكم، وإلى ما ربي يكتب أن احنا نوقف بإذن الله مستمرين. أبشروا بالمحتوى والخير بإذن الله. أني ما استطعت أسعى أني أرسم الابتسامة على وجهكم، وأحاول، ممكن أحيانا ما أقدر لكن إن شاء الله أني أحاول. هذا وعد مني مع بداية السنة، وأتوقع أني قد قلتها قبل. الشيء الثاني، أنا جايكم أطلب منكم طلب وأدري أنكم ما بتقصرون يا أخواني. اسمعوا يا جماعة الخير، صلوا على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، تمام؟ عزيزي المشاهد الله يسعد قلبك، ركز في الكلام اللي بقوله زين. والله يا جماعة من بداية جي 8 إلى يومكم هذا، من أول ما خلصنا الموسم اللي كنا فيه معكم ومقابلكم، ما جلست عند أهلي أكثر من يوم، فكنت أحتاج فترة أروح فيها أزورهم، واكتشفت أن أفضل فترة هي مع بداية السنة. ما قدرت الأيام اللي فاتت، أسبوع المفروض إني رايح قبل، كنت أجهز كذا شغلة وأجهز مقاطع، ولكن اكتشفت إن الإجازة ما بتكون إجازة إذا كان مخي مربوط مع صناعة المحتوى والشغل. أخذ بريك، أستأذنكم وبإذن الله أنكم ما تقصرون وتقدرون. ودي أجلس مع أهلي وأغير جو شوي وأشم هواء وأصفي المخ والذهن أكثر وأرجع لكم أقوى وأفضل. بقوني يوتيوبر كثار ولعبوها صح، كلنا خذ إجازة وزبن، ولكن أنا لازم أستأذنكم وبإذن الله أنكم ما تقصرون. كل اللي أقول لكم يا جماعة، أباخذ إجازة لين شهر 2 أو لين نص شهر 2، أبغير فيها جو وبسلم على أهلي وبرجع لكم بإذن الله تعالى. تابعوني على تويتر وعلى السناب، راح أحاول أصور لكم في حالي عندي جدول أو بطلع مكان. بس اللي أبي أوصل لكم، بسبب كثرة الأسئلة والأشياء اللي صايرة الفترة الأخيرة، حاب أطمنكم يا جماعة بإذن الله مستمرين بصناعة المحتوى وابشروا بالخير الجاي. بس كلها إجازة أخذها وأرجع لكم. أولت عليكم مقطع اليوم، هكرنا فورتنايت، كل شيء بتشوفونه وتستمتعون فيه. لا تحرمونا من اللايك والاشتراك والدعوة الزينة، الدعوة والله هي اللي تصنع اليوم كامل. أسأل الله أنه يسعدكم، مشاهدة ممتعة المقطع. وفي واحد عنده لكم جدول اسمه أحمد القحطاني أو شونج إكسبونج، يبغاكم، أنا مالي دخل، هذا هو أرسل لي رسالة، روحوا له. سنعود بعد قليل. اليوم أنا وين يا جماعة؟ أنا في عقر الجيمر، تعالوا أوريكم. جيتكم بمكان، جدولكم علي، إذا أنت فاضي ركز معي زين، أحتاج منك 20 ريال وتعال أعلمك. اسمع الكلام، المكان اللي أنا فيه الآن بتطلع لكم صورة قدامكم تشرح المكان باختصار. المكان اللي انا فيه حاليا يا جماعه الخير موفر لك اشياء انت الجيمر تحتاجها، اذا تحتاج بي سي جيمنج او تحتاج بلاي ستيشن او تحتاج غرف خاصه فيك انت واخوياك فيها شاشه، او حتى لو تبغى غرفه فيها دريفتنج وطاره وامورها كلها معاها، او حتى لو انك ستريمنج. ركز معي، الساعه الواحده عزيزي المشاهد تاخذ فيها جهاز ب 20 ريال وتجلس تلعب وتجرب اللي تبغى. المكان مهيئ بالكامل، ومو بس كذا، المكان مهيئ للبطولات وللفعاليات، وحتى الجمهور لهم مكان قدامكم، طالع اماكن كراسي تتكي وتتفرج على المباريات اللي تعرض قدامك. ما خلصت عزيزي نايف المصور العظيم، عندهم مكان كافي مخصص اذا انت بتطلب لك طلع الكافي. طلعني ايش؟ طيب ابعد قريب مره. وعندهم مكان كافي طلع مصور. حتى لو جيت مع اخوياك عندكم غرفه بالكامل مهيئه، 6 بي سيات تحجزونها وتلعبون متى ما تبون. وتذكر 3 ساعات بكم؟ والله يا بلاش يا جماعه، 3 ساعات ب 50 ريال، اقسم بالله يا بلاش. واذا طلعت الدور الثاني عايز المشاهده بتلقى منطقه مرعبه اسمها منطقه البلاي ستيشن. تعال شوف، في اكثر من 26 جهاز بلاي ستيشن تقدر تلعب منها البطولات، وتجي وانت واخوياك تخولكم تكه كامله، او تقول والله انا ابغى غرفه تدخل سلمك الله وتقفل الباب اللي ودكم اللي ودكم. ممكن عزيزي المشاهد انا ما ادري، اول ما تدخل تشتغل عندك اغنيه تعرفها زين. عموما الناس الفاضيه واللي تبغى جدول بذات جدول جماعي او حتى لحالك، الرابط تحت، وكل المعلومات اللي تقدرون تعرفونها بتلقونها تحت، وبحط لكم حساباتهم اذا في بطولات اذا في شيء يعلنون عنها، تجي تلعب ممكن تحصل جائزه، وايضا معلومات الاجهزه والتفاصيل كل شيء تحت بالوصف. شكرا لكم وشاهدة ممتعة المقطع، السلام عليكم. عدنا. حياكم الله يا جماعة، ظاهر لكم بالعنوان بس ممكن الموضوع غريب. قررت اني اجمع عيال الفلة الان، موجودين كلهم بالديسكورد معاي، وفي ناس في الجيم وفي ناس بيجون، ولأول مرة بنشوف ردة الفعل على أول بداية الفورتنايت. جاهزين أنتم صح؟ جاهزين. بسم الله الرحمن. في ناس طبعا معانا في الديسكورد فاتحين لهم شير، بندخل الان وعلى ما يخلص التحميل عندهم، محملين ومسويين شغل الاسطوره ياد، والله انه ما قصر. انسمي بالله يا عيال، ابدا الجيم يا مبرمجنا، لا تطبون يا عيال ها؟ لا تطبون، خلينا نشوف. عشان اوكي بسم الله نفتح الماب. طيب الموسم الاول بارك تنتد دستي وننزل. شفتي كينج اوف بارك يسمونه. نبغى نستكشف اول شيء، نبغى نستكشف. يلا فيجيل والله ريتيل يا عيال تكفون.
ذكريات ذكريات العب. انا نزلت تلتد، وينكم عيال؟ تلتد انا جاي 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 تلتد. طبعا عشان اعطيكم معلومه، تدرون يا عيال ان انا العب فورتنايت قبلكم كلكم. اتخسي والله، اتخسي والله والله يا فيفل. لا تخلوني اتكلم. هل انت بادي؟ انت بادي قبل يوتيوب بس انك تلعب قبل؟ والله تخسي. نزلت اللعبه انا فتحت الباب، انا اللي فاتح. ايه شلون كان يحط المثلث ذا يعكسه؟ شفت احمد يفتح صندوق. احمد وينك؟ اي بيدي هيفي سنايبر. احمد سوي حركاتك المثلث. ايوه سوي بس بس قاعد اطلع اشياء كني سواح. تعال 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 يا عيال، هذا كان من الصندوق المفضل. جاني سكار كاتم يا عيال. لا بسوق يا ساتر. صدمهم يا بزلة يا عيال. انا بالساعة الظاهر انا فيها ثلاث صناديق. بديك 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 اقدمي الدباب. هنشوف كم في كم في صندوق. ايه يا عيال طلع لي سنايبر. السنايبر ليفل لا يرحم. ابغى بومب يا عيال، ابغى بومب. لوت لوت ريان لوت يمينك. دي 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 احمد احمد وينك؟ ها آه، وينك انت؟ انا تعال بعطيك شيء بعطيك شيء، اتوقع من زمان ما شفته. تعال تذكر المكان ذا. وينك كثير؟ انا فتحت صندوق الان. ابغى بومب عيال. يا عيال اقسم بالله جتني ذكريات ورب الكعبه. الذكرى هذه يا عيال. جك جك يا عيال والله جك جك. شو اللي وراه؟ سرير مو جك جك. شو اللي وراه؟ سرير. زياد تذكر الحفره ذي؟ يا الله اذكرها يا احمد. اقول لك جتني جاني يا عيال. انتم ما تدرون يمكن بعضكم جديد. هذه بدايتنا، احنا بدينا من هنا. نص يوتيوبر اللي تشوفونه مبور الان بدوا من ذا المكان من هذه اللعبه. والله احمد تذكر سكواد كركر وش جرى انت بوقها؟ الدباب الدباب. طيب زياد زياد ابذكرك بشيء، ابذكرك بشيء. ريان الحقلي، ريان الحقلي، رامي طلع اللقطه للناس الجدد والقدامى اللي يذكرون هذه اللقطه. والله انكم اساطير. والله اني تذكرته. والله اني تذكرته يا ساتر. اسكلتني ولا مسيس كذا. هنا 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 هنا. رامي فلاش باك. رامي ورا فلاش باك. ران بقعد 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 الجولة 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 بقعد لقوا اخري لقوا لقوا الجولة لقوا الجولة. كتبوها 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 يا عيال. مالك 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 مع 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 اسكت بس لقوا الجولة 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 المسكينة. لا لا مامي تي مامي تي مذبحة اذبحة اذبحة يا ابوي اذبحة اذبحة والله نيبو انت الله نيبو. خلاص خلو 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 ايه القرف تاعك جدعان في ايه؟ خلو 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 الحين عذبه. ارموا عليه كل الكور، ارموا عليه كل الكور في العالم. رموا رموا خابت خابت المسكينة. يوم نزل من هنا احمد. اقسم بالله ذكريات سكواد كركر. عيال ابي صوت الاربجين تطلع صوتي. حبيبي ديجل والله عندي لقطه بالسنايبر يا عيال والله اني ما انساها. نو سكوب. وينها فيرفل؟ وينها؟ هنا هنا هنا. تعال هنا. اذا كسرت الصندوق رامي رامي برسل لك اياها. رامي ابي فلاش باك هنا. راح علي انت حاط جنب باد. اي انا اوش واحد نط عندي. اطلع يو ساتر. اسمع الميوزك. شوف الفي بوكس. يا عيال عيال احمد. ها 10 مليون في بوكس شلون؟ استهبل دحوم. ادخل شوف كل السكنات عندك، كل شيء عندك، كل شيء فورتنايت عندك. لا عشان تفهموا يا جماعه احنا ايش سوينا. اصبر ما خلصت ما خلصت ما خلصت يا جماعه. ياد ايش سوى؟ دخل على ملفات اللعبه ودخل على السكنات وعلى الاكسات وعلى السيزون القديم. رجع كل شيء وحطاه بملف واحد وافتحه. ما اقدر اعطيكم اياه، ما ادري هو مخالف او لا، ولكن نقدر نقول انه سوى تهكير كلي. فاقسم بالله يا ياد انك ما قصرت. انزلوا ونقوا السكن اللي تبونه يا عيال. ابغى مثل الطياره. شوف السكنات مثل الزومبي. يوووو شو اسمه ذا؟ ويك ما ادري شو اسمه. شو اسمه؟ جون ويك. جون ويك جون ويك عيال. درعي العنم من قصيته. ايه جوردن الطيار. جوردن الطيار. احمد تذكر سكنك ابو طربوش الاحمر الغزاله؟ شو كان
مش كان احمد تذكر سكنك اي سبرادو 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 اي تكفى دو قاعد ادور ما ادري وينه ريحه عرق يمين يمين تلقى يمين تحت ازرق يا عيال بنت الطياره شلونها يا عيال يا عيال انزلوا تحت سكنات السواحات مجوله ستيف جوردن والله كل شيء في اللعبه فتحناه من الالف الى الياء اكسات رقصات سكنات كل شيء عندك لكن يا جماعه ترى ما نسيت تروح للايتم شوب تضغط سبورت كرييتر حتى وهي مكر اللعبه اس اقول ما فيه ايه قلت لك شوف خلينا نجرب افرل الله لا يوفقكم شفت افرل فاوند اكذاب دخلني يلا وينكم اصبر احلف بالله هيا يا خوي مين انت انا عمك حارق دمك اكل لحم خلاص شو تعقب يا رجال بنفس عليك اول مره طيب كالعاده السلام عليكم اعزائي المتابعين كالعاده تعرفون ايش بيصير ركان عندك شيء تقوله انا عندي شيء بقول له اول شيء الله يعز الكريتيف اللي رباك وخلاك تلعب بالتيربو والايديت يا هطف الحين بنشوف لعبك وبنشوف مستواك الحقيقي يا ابو شايع وانا لو ساعدتك يا ركان والله ما يجوز والله عيب عليك والله تدري يا شايع ان انا وركان اول ما بدخل اللعبه يا اخي سالف بس سالف بسرعه جوني والله ما تدري والله اثنين ثلاثه بنبدا الجيم يا جماعه بسم الله بدا يا جماعه الجيم الاول وين ننزل خلينا نشوف وين بيزون العيال اصبر خلينا نشوف الوضع بيكون اننا ننزل صح اننا خمسه في ماب كبير ولكن انا بنزل في ريتيل انا بيتي كان في ريتيل الصدق يا رب اني ما الاقلق بس يلا بسم الله اول شيء عندنا المدينه كلها يا عيال مدينتي المفضلة واللي يعني كنت انزلها 24 ساعة ريتيل يا عيال ريتيل والله العظيم وبارك دقيقة تذكرت شيء يا عيال بارك والله اني انزل بارك انا بس بارك بعيد عن الباص يا عيال والله بنزل ريتيل يا عيال بنزل ريتيل انقلها الله هذه لعبتي يا اخوان باذن الله ان هاللعبة وهالجيم اني راح اكسر خشم ابو شايع طيب انت مع ركز معي ايه تنزل وين؟ وين؟ كلهم بينزلون تكفى كبيرة ايه انت خليك ذكي يا عمري ريتيل ايه فتان دي مدري فتان بسم الله طبوا 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 راح ينتزل شكلهم بسم الله بروح بارك معي واحد معي واحد ريال وينك ريال ريال وينك عندي واحد ريال تكفى عندي مشايع شكله مشايع ورب الكعبة بنزل معه ايه ابن امه ينزل معي في احد معي هذا وين نازل هذا بينزل بارادايس هذا احمد 100% احمد اتوقع احمد اكثر واحد يحب بارادايس خايف لوت البيت خايف في واحد نزل معه صندوق فوق اي هذا تذكره اي اي في صندوق فوق هنا في صندوق طلقات سر الو اوكي حلو ما في الا هذا وش تسوي وراك صندوق صندوق وراك الرصاص هنا مهم كان قليل صح اي يمين يمين هناك ايوه شوفوا انا ما بحط عذار اوكي لكن البنج مرتفع يا جماعه عندنا كلنا فانا الان لو يجيني واحد يخلطني ما بقدر ابني فبالقم الزون عندي يا سلام يا سلام والزون عندي بسم الله ايش ذا عطني باندج والله يا لوق يا لوق معليش في لاق شوي عادي طلع لي احسبه هانتنج رايفل او ماي جاد يا رب هانتنج ابي هانتنج بس والله اكبر يا الشق لا اصلا خلي الشق خلي الشق يا اخي قهر ما حطيت بنت الطياره اذا شفنا معركين نزلوا هناك وسكنات معركه وين الحاش نحش دستي هذا بس من المنوف هنا طيب يا اخوان اول شيء بنروح دستي ما عندنا احد ان شاء الله ما في احد باذن الله بنلوت نتجهز وش بسوي وش بسوي عيال قولوا وشو باخذ هذا السي 4 واستنى ابو شايع لين يجي ما هي تكتك الابيض للان الامور طيبه لا باس فيها لازم نجمع موارد هذه نقطه مهمه جدا ونجمع رصاص لان الرصاص قليل مره وعندي لانشر يا عيال اللانشر هنا بتوقفك والله بتوقفك بتناظر اللانشر وهي تجي على وجهك وخلاص جي انتهى الجيم لو تقعد تبني لين بكره بتموت باللانشر بتموت يبيلي صدقا وذا حلو حلو اتسكو حلو هذا حق خلط حلو اي برصاص يا الله يا عمري رفت وجو شوفوا كيف اشرب الميني ناقصني شدقن وخلاص اصبر بشرب الشق لانه ما قام يطلع لي منيس وباخذ البالونه والله البالونه كانت رهيبه ما اتوقع حتى بيتذكرونها الله بيت الكلب بوم 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 عيال الحين انا هناك زوني عندي اي واحد فريتيل بتجيني بعد شوي ابلعب اصول لعبه السيزون القديم
كنت جاي نكتب انك مربع او تصير بوش وتزبل. انا ودي اروح الوتس واشلد فل، اقسم بالله لازم اضمن. اكفى يا كوتش. هادي اقدر. اهدوني ازبن 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 ازبن، لا تحرك. بالعيال مليقين، بلعب معهم من قلب. لعب اصول يا عيال، والله لعب اصول ورب الكعب. عيال ودي اطلع القمه ذيك. بطلع القمه ذيك ورب الكعبه بالزبلاين. هذا وش ريتيل؟ لا هذه سولتي، هذه اللي ينزل فيها معرقين. هذه المدينه الوحيده اللي مستحيل انزلها يا عيال. كان شفت واحد ابزبل هنا بيطلعون معرقين. عيال والله بيطلعون معرقين، والله جاي من سولت وجاي من ريتيل، كنت دائما احتريهم يطلعون. بس لازم شيء يا رب يا رب ما اخذلك والله لازم. وين وش ذا؟ اوكي هنا. ايه يا القهر عادي، بشرب ستاد بشرب ستاد. معني بشرب ستاد يا عيال. انا اتذكر دائما اول في صندوق هنا فوق، والله لو يكون موجود يا جماعه. تكفون الزون قفل. صندوق موجود موجود. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. زوينا. اوكي الان يبدا اللعب. رفت شتجن، اموري طيبه يا جماعه. لعب حرفيا يا عيال يعتمد على الزبن، يعتمد على تحركاتك مع الزوم. هذا لعب زمان، اني يكون معك هذي وانك تصقع الواحد في عيونك كذا بوف، تصقع كانك رام عليه بيض. يا ربي يا رب المصحف. شيل يا ابن الجدار. ينحاش مني، خذاني. هي والله لعدل السيتنج، اصبر. نحاش والله العظيم. يا انا يا انت، وين راح؟ وين راح؟ حرام شكل احمد يا عيال، فوت فرصة الوحيدة اني اذبح فيها احمد. ما معي شيلد ولا شيء. شوف هذا. قهر سيتنج مرة، السرعة بالجيم مرة قوية يا عيال. تصدقون الطقعة مهمة، والله الطقعة مرة مهمة. بدلها. يا ولد والله الماب كبير. لا ايش فيه؟ وات؟ سيزن الاول يختفي. انا اسف يا كوتش. فابيو اتكسر، اشتره، اغدر فيه. روح اغدر فيه بسنايبر. وينه؟ قدامك. ريال هذا انا ورب الكعبة. لا تسمعني. اي والله وراك عندي واحد. شوفني وراك جايك. كسس لا تحرك. شايفك ورب الكعبة ما اذبحك. والله احلف انك ما تذبحني، احلف بالله. والله ان انا والله ما اقدر فيك. خذ الصندوق. وينك؟ وراك الصندوق يا اخي. اخوك هذا هو راكان خذ الصندوق. والله ما ابي. ابي شيت معك شيت. دق عززني. سكر. ما ابغى لانشر، والله اللانشر اهم. اخذ لانشر تقطعه. اللي بيبني بيس قديم بيسوي نفسه من القدامى. بلقم ام لانشر. عارف وزنية الستين؟ تعرفون وش وزنية الستين يا جماعة؟ أبوريكم وزنية الستين هذه. تمام؟ بوم والله بوم بيات. في واحد قريب ورب المصحف، لا تسرب وتوقف. بام أزان أزان. لا تذبحني. امشي فيه. عشان فيه احمد وفيرفل المعرقين شوي. تعرف يا ابوي انت حي معليك، انزل
بس انه نضمن نضمن. في في دروب في دروب في دروب في جاي في دروب جاي بروح دروب انا. يلا تعال 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 حيشوفني. استنى دروب انا. حلو الحين انت وضعك تكفى ركان متأكد في واحد هنا هنا فوق سنبر 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 يبي هذا باللانشر لانشر لانشر وشي سنبر بعطيني لانشر ركان فجره يا اخي بزر ذا وينه بس كوب ارجي ريان ريان ارجي ايم الارض هنا ايم الارض اوه يا ليه اوه يا ليه احشره من فوق حط سكاب زني 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 شوف شوف ايوه يا ركان زني زني بحاول اجيله بعدين طلقه بحشره بعدين لانشر حاول يفتح صدوره زني يقطع ام المبزر احشروني مدايمين مدايمين شوفونهم مات ريان ذبح ريان ذبح فيرفول فيرفول مات يا عيال هناك تبايته انتم المداهم انتم المداهم انتم المداهم خلوتي خلوتي خلوا يا كلب روتي ايه لازم والله لوهته والله بحق ايه ليش تلوته والله بحق ليش تلوته والله بحق لوه انا اللي ذابحه ما معي رصاص ما معي ما معي والله والله ما معي خلها 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 اطلق عليه اطلق عليه وين 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 اختفى زبل اختفى اختفى خليه يطير وراك طير وراي الرجال يعني هذه البنا للاسف البنا حبنا السيزون الاول يا جماعه شوفوا الناينتي شوفوا الناينتي طرفت 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 والله مسكوا هاي قمط قمط من شدقري قمط عندي عندي ريال عندي محرك 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 عندي ريال ريال تقوى ريال سنايبر جاني سنايبر جاني والله اوه سنايبر يلا شكلك ما يعرف يبني برا الزون انت برا الزون تبني كذا برا الزون امه ينزل انزل تحت والله يا زلك ركان انا عندي الزحليقه تعالي بسرعه القم 20 القم 20 القم 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 يلا طلعوا طلع 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 الحركه هذه ها هذه اذا قلت لكم وزنيه ايش 60 شوفوا وزنيه 60 يا جماعه شوفوا وزنيه 60 يا جماعه شوفوا وزنيه ايش 60 ويموت هذا وين واحد وراك صارك صارك رماني الله لا يوفقك انتبهنا عمري وامسك مسك المظله روح فوق روح فوق شوف الزون وين بيروح روح ايه يا رب يا رب فقع فقع برفت تكفى 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 ليتس جو كم بقى في الجيم باقي ثلاثة اوه يا الزوني مكانه هذا واحد هنا تشوفونه تاتي لو امسك عليه هاي جراوند بيطلع فوق بيطلع فوق شكله فيرفول ذا تهدي يا كوتش انا ما العب زياد الكوتش حقي الحمد لله هاجع بروح فوق بروح فوق معك معك ركان وينك امن امن يا ولد يا اخي والله انك انك سحبه يا ركان والله ياس
نفس الموتة نفس الموتة والله نفسه والله الله يقلع أم الحالة يا ركان يا سحبة فوق مرة فوق مرة هد هد ترى فوق مرة دق 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 يا جماعة الحين دق دق ومعي موارد يا عيال والله اللعب صعب يا الله حماس والله والله اني احس القم يا رجال البوت القم طيب طيب اوكي اتكلم علي زياده ابغى كور تكفى زياده زياده تكفى كور يلا يلا كنت حقنا وش تبي انت وش تبي ريان انت خذلتني وش تبي خلاص صوت 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 خليني اركز باقي اثنين يا عيال سمع صوته والله سمع صوته والله والله سمع صوته يا عيال طيب ما معي رصاص اصبر هذا هو شوفونه عندي واحد هنا في واحد هنا بس مدري مين شكل راكان امس وست لاستن ستور ودي واحد ودي راكان يا عيال انا اعرف لك وانا ابو محمد تعال وانا ابو محمد هنا ما من 20 طلقة طلقتين سنايبر زوم بعيد زوم بعيد زوم بعيد يا وش سوى ذا ايه راح داخل الدروب قلت ما في احد سكيت على نفسي الاخوان مجيمين رامين عليك كلهم قريب لا انشر والله طيب يا جماعه زي ما طالعوا قدامكم قاعدين نحاول ندخل العيال وعدد اكبر لكن البرنامج اللي محملينه هذا كله مشاكل يعني كل شويه كروشنا فما احنا قادرين نلعب عدد اكبر وقيام اكثر بعد طلعت نروح ترجمنا جيم فا والله والله ودي اكثر لكم اقيام ويكون الوضع اكثر العيال كلهم موجودين في الدس بس ما قدروا يدخلون اعذرونا اذا جيم واحد اتمنى بس انكم غيرتوا جو معنا ولو بسيط واسفين يا اخوان مره اخرى زي ما قلت لكم بدايه المقطع يا جماعه انا باخذ اجازه باذن الله بسيطه نرجع ونقابل اهل وباذن الله نجيكم اقوى اقوى اللهم صل وسلم على نبينا محمد باذن الله نراكم قريبا شكرا لكم من اعماق قلبي والله يسعدكم ما عمركم قصرتوا بشروبي ان شاء الله فمالكم.